مساء الخير عليكم أصدقائي. اليوم حبيت شوية أغير زاوية التصوير لكم وطلع لكم هاي الغيمة الجميلة اللي بها ألوان بها ألوان لا لا عفون 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 بها ألوان. المهم هي يعني جميلة وحلوة، شوفوا شلون يعني مرتبة. المهم شباب، اليوم القصة مخيفة ومرعبة من شخص اسمه عدي، عانى من جن طيار. طبعا القصص مال الجن الطيار قليلة نوعا ما، حتى بالمواقع ما تلقاها. اليوم جبت لك قصة مخيفة فعلا. فقبل لا أبدي بالقصة وسردها، أريد من عندكم تصلوا لي على الحبيب المصطفى وتذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي القصة. اسمي عدي وراح أحكي لكم قصتي وصار لي. راح أعطيكم باختصار شديد، أنا عندي صديق من الجن، تريد تصدقون أو ما تصدقون بكيفكم. زين أنتوا تصدقون إنه أنا عندي صديق من الجن لو لا؟ اللي حدث وياي قبل تقريبا سنتين أو ثلاثة صار عندي صديق. المهم راح أحكي لكم القصة وبكيفكم أنتوا، بقى التعليق لكم. تريد تعلقون بشي سلبي هاي براحتكم، تريد تقولون أكو هيجي نوع من الأصدقاء فبكيفكم. وأنا طبعا مو الوحيد بالعالم عنده صديق من العالم الآخر. القصة بدت لما قعدت من عملي. قبل كنت أتمرن بقاعة خارج البلد ماتي بدولة أوروبية. المهم اشتغلت بشغلة وهي شغلة سيكيورتي وظلت من مكان لمكان. بيوم من الأيام قعدت عن العمل، أكو مكتب وهذا المكتب تروح تقدم أوراقك مؤهلاتك إيش عندك خبرة ويقولك شغل. المهم أنا كنت شغلت يعني سكيورتي حارس، كنت أحب هذا العمل وخاصة إنه يكون يعني ليلي. المهم بيوم من الأيام اتصلوا على تلفوني ورحت للمكتب وعرفت إنه أكو مكان يحتاجون به حارس. المكان هذا شوية كان بعيد، صح أنا ما أندله. المهم أخذوني وراحوا، ولما رحت فعلا كان مكان خارج المدن وأكو مدينة بعيدة علي جدا، والمكان هذا ما أعرف شنو أصلا، متكون تقريبا من 22 طابق والبناء قيد الإنشاء، وأصلا البناية جايتها يعني بعض المخالفات فوقف العمل به، يخافون أنه الناس تجي وتسرق الغراض اللي كانت موجودة. هذا الشارع ما كان مأمن بكاميرات نهائيا، يعني سهل جدا يجي شخص يسرق غراض ويروح. فهاي المهنة ما تحتاج سلاح وياك، يحتاج تليفون شغال، لما يصير شيء أو تحس بشيء تتصل على الشرطة ويكونون الشرطة يمك. وحتى إذا ما اتصلت على الشرطة أنت، فالشرطة يعني دوريات تفتر بهذا المكان، صح ما راح يدخلون من يمك يكونون على الشارع، لكن أكو دورية موجودة على الأقل نوبات تسمع صوتها وأحيانا نشوف بس إضاءتها. وافقت بهذا العمل واشتغلت مدة شهر كامل ماكو هي حاجة، وبيوم من الأيام تركت الموقع ورحت أتمشى شوية بعيد، كنت فاتح كاميرا ويا شخص صاحبي يتكلم وياي. المهم ما أعرف شلون وأنا جاي أتكلم وياه وكنت ما منتبه على الكاميرا، يعني كنت ما منتبه أبوجه، كنت فاتح الكاميرا ومدنق على الأرض والحذاء ماتي مكرم السامع بيطين وكنت أوخره، لأن كانت الأرض هناك يعني مو كلها معبدة. المهم جاي أوخر بالطين وكان هو يقول لي أكو شخص مر من وراك. لما قال هذا الشيء تخيلت إن هو جاي شاق وياي ويضحك، لكن لما باوعت بملامح وجهه كان كلامه جد. التفتت ما كان موجود أي أحد، البناية هاي صايرة يعني بنص أشجار كثيفة وشبه غابة، يعني أكو منطقة جاي تتمدد بهذا المكان، وهذا أول مبنى وما أعرف هذا المبنى شنو. مثل ما قلت لكم ما أعرف مبنى يعني حكومي ولا مبنى يعني بنت الحكومة راح تنطي الشخص. المهم كانت بي مخالفات، ليش ما أعرف. الحمد لله والشكر أنا ما أخاف، قلت له اسمع أنا ما أخاف من هاي السوالف، حلف وقسم برب العالمين أنه مر شخص من وراي. قلت له قريب ولا بعيد؟ قال قريب جدا من عندك. شلون ما حسيت عليه؟ ما أعرف. المهم شوية وقام يضحك، عرفت أنه هو جاي يكذب علي. المهم قمت أتمشى ورجعت للبناية، فظليت قاعد شوية أسولف وياه
رميت التليفون على الأرض. لما رميت التليفون على الأرض بدأ يصرخ بصوت عالي ويقول لي ناظر فوقك. أول ما رفعت راسي لفوق تفاجأت بشخص كان موقف، لكن هذا الشخص وخر يعني بجزء من الثاني. هنا الصراحة أني ارتعبت، كان موجود يعني بنص البناية. إذا كان أكو شخص متسلل وأنا ما أدري فأكيد حب يلعب وياي لا أكثر، وأكيد ذولا عصابة والبناية متروسة غراض وثلاث أرباع الغراض اللي بيها ثمينة. الطابق الأول كان والطابق الثاني بأثاث غالي جدا، مكاتب وكراسي وما المهم كان يعني متروس غراض ثمينة، وأكو يعني بعد غراض موجودة بالطوابق الثاني. المهم اللي سويته هاني دخلت لي جوا دورت وما لقيت أي أحد، وكان صديق وياي على التليفون، لكن لما أصعد فوق الشبكة تقل وسديته. ويوم اللي نزلت جوا اتصلت بالشرطة، كانت اللغة مالتي الحمد لله والشكر. اجوا الشرطة دخلوا للمكان دوروا، بعد ما اخذوا اوراقي تحققوا مني انه انا الحارس بهذا المكان، دوروا وما لقوا اي حاجة. والشرطة شوية انتحس لما عرف اني احكي عربي ولما عرف اني من جنسية مسلمة. قال لي انت هذا الشغل ما يلوق لك وانت مبين عليك خايف وهذا يعتبر بلاغ كاذب، وانا هسه اقدر يعني اقطع عيشتك بهذا المكان، لا تتصل مرة ثانية ببلاغ كاذب. تركني وطلع، لأن الاصطدام ويا الشرطة يكون يعني اصطدام فارغ جدا وتوقع بمشكلة من لا شيء. راحوا من يم الشرطة والحمد لله والشكر. ظليت قاعد بالمكان، رجعت اتصلت بصاحبي قال لي ها، قلت له ماكو اي شيء، قال لي انا شفت، قلت له وانا كذلك شفته. المهم مشت الساعات وبعدها صاحبي ترخص مني وراح تقريبا على الساعة 11 بتوقيت الدولة اللي انا قاعد بيها. بعدها لما صارت الساعة 12 بديت اسمع اصوات بالمكان، كانت اصوات مال خطوات لكن خارج المبنى، وهذا الشيء كان يخليني مرتعب. دخلت لي جوا افتريت، حاولت القفت حاجة القفت دليل انه احد داخل لهذا المكان لكن ماكو. طلعت برا واختفى صوت الخطوات ودورت وكذلك ما لقيت. بعدها شغلت الضوء مال تليفوني وبديت امشي، مع العلم عندي ضوء هاني لكن يعني بس ضويت بالارض اريد اشوف اكو اثر مال اقدام ولا لا، ما لقيت اثر مال اقدام بس اثري فقط. المهم افتريت وتقريبا على الساعة 2 الصبح. 2 الصبح تعرفون يكون الجو ليل، وبالدول المعنية البرة يكون الجو بارد جدا. كان الجو بارد وانا متعود يعني بهيج وقت اشعل نار واظل برة اضوج، يعني اظل قاعد بالمبنى، مع العلم عندي غرفة جوة حلوة ومكيفة لكن انا احب اقعد برة. شعلت نار وقعدت بجانب النار، كنت قريب جدا على الجدار مال هاي البناية، وأنا قاعد حسيت أكو حصو ناعم نزل علي من فوق. وحدة أجت براسي وأذتني، لأن حتى إذا كانت صغيرة وتنزل من ارتفاع وتجي بيك راح تأذيك. فهنا أنا استغربت جدا، يعني أكيد أكو شخص موجود بالبناية، لأن مستحيل يوقع عليك شي من فوق أو حصو وماكو أحد، لأن هذا المكان بس أنا بي والمكان نظيف، إلا شخص إجا برجله ودفع. حتى إذا كان أكو هوا فما راح يوقع عليك حاجة نهائيا، لأن السطح الأخير إلا يعني ارتفاع وعلو. المهم قلت خلي أتأكد وأصعد. كان أكو مصعد بنص هاي البناية، والمصعد هذا ما كان تابع للبناية، كان محطوط بالنص، يعني هذا المصعد بعد كم يوم ينشال ويصير المكان فاضي. والمصعد الرئيسي مال البناية كان أصلا متعطل وواقف، او هم اصلا ما مشغلينه. المهم صعدت بهذا المصعد وكان سريع، وصلت الطابق الاخير. ويوم اللي صعدت تفاجأت لقيت شخص موجود فوق، اول ما شافني بدأ يتكلم وياي، والمشكلة الاكبر كان يتكلم باللهجة العربية، فبديت اهدئ بيه واقول له ايش تريد تسوي، يقول لي ما عليك بيه ولا تتقرب ويفتر. وكان ساعة يضحك وساعة مثل اللي يريد يبكي ويقول لي لا تتقرب علي نهائيا. اقول له انت ايش عندك هنا، ترى اتصل بالشرطة، يقول لي لا تتصل بالشرطة اريد انتحر.
المهم ماني قلت له تريد تنتحر روح على غير بناية وانتحر، تعال انزل واكسر الشر. كنت بذاك الوقت اتكلم وياه في سبيل اقدر اتقرب عليه، ولما شافني تقربت مباشرة وقف. يوم اللي وقف وقف على الحافة خفت، يعني مجرد انه تجي هوية بسيطة احتمال تخليه يوقع من فوق ويموت، لان الارتفاع كان شاهق. بديت اتكلم وياه، ظليت اتكلم وياه واقول له ماكو شي يخليك تنتحر، والحياة قدامك وانت بعدك شاب، انت شنو ناقصك اقامة كذا. كان يضحك ويقول لي لا هذني يعني كلهن عندي وانت ما عليك بيه. المهم ظليت بذاك الوقت اتحايل وياه، ظليت واقف وياه ساعات عدة، وكنت كل ما اريد اتصل بالشرطة يقول لي لا تتصل، ترى اذا اتصلت راح انت تبتلي، لان مجرد انه انت تتصل يفتحون عليك خط انت حراني، ما راح انتظر نهائيا، عوفني احكي وياك. بدا يحكي وياي حكي مو طبيعي، يسالني عدة اسئلة، وحتى سالني عن بنية كنت اتكلم وياها، وهذا الشيء خلاني شوية يعني اغير نظرتي. قلت له انت ايش مدريك وش مدرك انا عندي بنية احكي وياها؟ قال لي انا بهذا المكان صار لي ساعات عديدة وسمعتك تتكلم ويا بنية وتنادي باسمها. فعلا انا كلمتها، لكن صحت باسمها بصوت عالي ولا لا؟ انا بطبيعتي لما اخابر او اتكلم بالتليفون احكي بصوت ناس. المهم ما عرفت اهمية لان حاليا عندي كارثة، هذا يريد ينتحر. ظلت اتكلم وياه اتكلم وياه، وبعد ما كمل كلامه وسمع من عندي الشي اللي يريده نزل نزل، لكن وين نزل؟ انتحر، شيت بهاي الطريقة يعني وسقط على ظهر. هذا الشي خلاني مرتعب، ناظرت لقيته موجود على الارض ومدد، صح كان ما يبين شي قليل، ووقع قريب من النار اللي انا كنت شاعلها او الجمر. وبعد ما شفت الحالة هاي قدامي ما اعرف ايش بيه، حسيت بنفسي شوية مشنج، وبعدها ركضت مباشرة، ركضت على المصعد وبديت انزل، والمصعد ينزل بيه وكأنه ساعات طويلة وهو جاي ينزل. فكرت بهواي تفكيرات، اعوف الدولة وانهزم، شنو اللي راح اسويه؟ مستحيل اتكلم ويا شخص واقول له انه هذا انتحر ويصدق، لان انا حتى تصوير ما صورت، كنت غشيم اقول له راح اخابر على الشرطة وانا المفروض افتح تصوير. المهم نزلت لي جوا وطلعت، كنت متخيل راح القى منظر دموي جوا لان كان الارتفاع شاهق. المهم يوم اللي طلعت ما لقيت اي اثر موجود على الارض، وما لقيت اي اثر الشخص ساقط من فوق على الارض، المكان كان فاضي تماما. من هنا كانت الصدمة والكارثة، هو وين راح؟ معقول انا اتوهم؟ معقول انا نايم؟ لا انا ما نايم واصلا تعبان، كنت احيانا انام بالليل واليوم ما نمت، انا قاعد كنت اتكلم وياه، وين راح؟ وبين ما انا صافن وحاير سمعت صوت مضحك عالي، الضحكة هاي كأنه كانت يعني 3D تجيني من جميع الاتجاهات. هذا الشي خلاني اتخبط وعقلي راد يطير بساعتها. انت لو بمكاني شنو راح اسوي؟ بالنسبة لي ظليت واقف بحيرة ما اعرف شو اسوي وافكر. جلست وكل ساعة اسمع صوت شكل، ساعة اسمع شخص يصافر، وساعة اسمع ركضات مال شخص قريبة مني. ظليت قاعد بالمكان ساكن وخايف لغاية ما طلع علي الصبح وما نمت، كنت تعبان جدا. بهذا المكان كنت وحدي، أكلي وشربي ومنامي وحمامي، مسوي سنة كاملة بهذا المكان، عقد بيني وبين الشركة اللي جابتني، وهذا العقد إذا راد يسقط بحالة وحدة إلا أنا أموت أو أنا أتنازل عن الشرط الجزائي اللي محطوط بي سجن يا أما غرامة مالية كبيرة. المهم من شدة الإرهاق والتعب دخلت للغرفة مالتي اللي موجودة بهاي البناية، دخلت ظليت أفكر وهي دقائق عديدة ووقفت، مر علي وقت وقعدت لقيت الظلام مختلط والتلفون متصل علي عدة مرات وأنا ما أدري بي، متعود لما أنام أسوي تلفوني صامت أو أغلب الوقت تلفوني يكون صامت. لقيت أصدقاء 2 متصلين علي، واحد من عندهم اللي قال لي أكو شخص وراك،
اتصلت عليه مباشرة وقلت له الحق لي اللي صار لي مو طيب. سولفت له وورا ما كملت بدأ يضحك، قال لي هذا المقلب مالتك ما يمشي علي، بديت أحلف إله وأقسم وهو ما يصدق. المهم قلت له أنا ما جاي الشاقة أريد حل. قال لي أنت كذاب ما أعرف شنو جات الشاقة. المهم بعد ما شافني مصر وحلفت له قال لي إذا صاير وياك هيج حاجة لا تحاول تتواصل وياهم، ترى دول جن، وتعال خلي أسولف لك السالفة اللي صارت ويا عمي. يقول عمي بيوم من الأيام دخل المقبرة يزور قبر مال واحد صاحبه استشهد ويا بالجيش. يقول دخل يعني بأوقات الغروب وشاف جوه مرة، وهاي المرة كانت تبكي وقاعدة وحدها وعجوز. بعد ما دخل وكمل كل شي جوه وطلع لقى المرة بعدها قاعدة أمي القبر وتبكي. تقرب عليها وبدأ يتكلم وياها ويقول هالبكي مو زين على الميت، وانتش عندك هنا والوقت متأخر. المهم انقهر عليها وراد يساعدها، فقال لها يلا قوم وياي عدي سيارة أوصلك. قامت المرة وصعدت وياها بالسيارة. يوم اللي ظل يمشي على الشارع قالت له خلص وصلت نزلني، لكن وقفت بمكان منقطع وما بي أي أحد. يقول يوم اللي التفتت أريد أتكلم وياها لقيتها ما موجودة أصلا، ووراها بدقائق عديدة انفتحت الباب قدامي مال السيارة، لكن ما كان أكو أي أحد، وغادرت مباشرة وما أعرف وين راحت وما شفتها أصلا. وأنا مباشرة مشيت بالسيارة بأقصى سرعتي، وبعدها قمت أشوفها بالبيت، قمت وين ما أروح أشوفها. ورا ما أكمل هاي القصة قلت له أنا جاي أريدك تعيني مو تخوفني زيادة. قال لي أنت مو تقول أنا ما أخاف وأنا كذا. قلت له إيه ما أخاف، بس مو معناتها جن وهاي الأشياء، ترى أنا مكان منقطع ومو مثل ما أنت متصور، وأنت جاي تشوف الجو عندي. المهم بدأ يقول لي لا الجو حلو مو مثلنا، هو ما يعرف كمية الرعب اللي أنا بيه. أنا تقريبا بغابة، والمنطقة أو المدينة كانت يعني بعيدة علي نوعا ما، وما أقدر أصلا أترك هذا المكان وأمشي. المهم بعد ما تكلم بدأ يقول لي اقعد جوا لا تطلع نهائيا، إيش حدك تظل تفتر، المكان هدوء بهدوء، سد الباب عليك واقفلها، لما تحس أكو حركة اتصل بالشرطة وأنا اليوم راح أظل وياك على الخط. وفعلا ظل وياي على الخط، مشت الساعات، عدت الساعة 9 10 10 ونص، كان يقول لي أنا نعست أريد أنام. قلت له خليك على الخط. وهنا لما قلت له خليك على الخط عبالك واحد مراهق يعني ويحكي له ويا بنية وكذا وكذا، قام يضحك قال لي يا خط يا ما أعرف شنو خليني أسده. المهم بالقوة خليته يظل على الخط. يوم اللي نام ووفى بديت أصيح عليه يا معود أقعد كذا ما قعد، بديت أسمع أصوات على الأقل هو يركز وياي أكو شي ولا لا. سديت التلفون ورجعت اتصلت عليه، ما فتح علي خط وكان غفيان وشكله مسوي التلفون او الجوال مات صامت. بديت اسمع صوت، هذا الصوت برا ولا جوا ما اعرف، ما جاي فرزن الصوت. ومره واحده سمعت واحد يصرخ، وبعدها سمعت واحد يصفق بايده صفقات، وسمعت واحد كانه جاي يعني ينظف تكرمون حذاءه من الطين ويضربه على الارض. ظليت قاعد بمكاني وخايف ماسك الجوال بايدي، اتصل على الشرطة لو لا اخاف اتصل عليهم ويجون ما يقول اي حاجة ويسوون مشكلة، لا خليني ساكت. وهستوني رفعت التليفون قلت خلص لازم اتصل لان الاصوات عالية جدا، وهاي الاصوات يمكن يعني مال اشخاص راح يقتحمون علي المكان. وفجأة ينزل المصعد واحدة من فوق، انا صعدت المصعد فوق ما اعرف يعني الظهرية صعدت. المهم نزل وحدة من فوق وهو كان ينزل روح رادت تطلع من عندي. يوم اللي وصل انفتحت الباب مالته وردت انسدت، وهذا الشي خلى عندي قشعريرة مو طبيعية. قمت مباشرة سديت الباب علي مال الغرفة، كانت الباب مقابيل المصعد بالضبط، سديت الباب وقفلته، والاصوات كانت برا مشتدة شوية، واسمع صوت وهذا الصوت كان صوت الدقات على الباب، كل دقة كانت تندق قلبي يروح وياها، خايف شو اسوي افتح الباب ولا لا. بعدها قمت ورحت يم الباب وقلت انت منو وش رايك ترى اتصل على الشرطة؟
قال لي افتحها، هذا الصوت مال صاحبي. ايه اعرفه، هذا صوت صاحبي. قلت له انت منو؟ قام يضحك وقال لي افتح الباب ما عليك. فتحت الباب لقيت الشخص ما اعرفه نهائيا. قال لي شبيك خايف؟ ناظرت بوجهه، جيت بذاك الوقت اتخربط واسقط على الارض، لان كان نفس الشخص اللي وقع من فوق شوية مثل اللي دخلت. راسي ما اعرف شبي، دنقت شوية على الارض، رفعت راسي ولقيت بس ظهره جاي يمشي، يعني من طين ظهره ويمشي باتجاه المصعد. صعد من المصعد ورد صعد لفوق. سوى عندي فضول، اصعد وراه ولا اضل قاعد؟ اخابر الشرطة ولا لا؟ اخاف هذا من دولة المشردين اللي يسموهم هوملس، يعني نايمين بالشارع ونايم بهذا المكان. المهم نزلت المصعد وقررت اصعد له، عيب علي هذا الجسم كله وما اعرف شنو، وانا اخاف من واحد وهو اصلا كان ضعيف. صعدت، واول ما صعدت فوق لقيته جالس، جالس وكان منزل اقدامه لجوا. البناية مرتفعة، نوبات اني اصعد بالنهار واناظر تجيني دوخة. اتقربت شوية وكان يقول لي اجلس. جلست قريب عليه، بيني وبينه تقريبا متر ونص الى مترين. قلت له انت ايش عندك هنا؟ وانت منو؟ وش رايد؟ وشون صوتك اتغير؟ رجع مرة ثانية يتكلم وياي، وكان نفس الصوت اللي يعني تكلم به بالمرة الاولى. قال لي انا عندي يعني مهارة اقدر اغير صوتي. قلت له عندك مهارة تقدر تغير صوتك؟ شلون ظليت عايش؟ بعيني شفتك انتحرت. قالوا ليش انتحر؟ انت متوهم، احتمال حلمان، ترى انا عايش بهذا المكان وانا من زمان هنا، انا عندي مشكلة ويا الحكومة وكذا وكذا، ودوروا علي وانا صار بهذا المكان تقريبا سنة كاملة. انت تعرف هذا المكان صار له سنة وما حد يقدر يفتحه بسبب المخالفات، انا من ذاك اليوم بهذا المكان. قلت له وش تسوي بهذا المكان انت؟ وليش ما تشوف لك حل؟ قال ما اقدر اطلع. طال يتكلم وياي قنعني انه هو فعلا عنده مشكلة، ومثل ما توقعت كان من الهوملس. لكن لحد هاي اللحظة انا ما مستوعب، لان كنت بذاك الوقت قاعد ولا حلمان ولا اي حاجة، وشفت السقط يعني من فوق على الارض. اللي راح اقوله هسه ما راح تصدقوه. سألني وقال لي بيش الساعة لابسها؟ قصد على الوقت. ناظرت على الوقت وهستنرد اقول له الساعة بثلاثة كانت وربع بذاك الوقت. اللي سواه دفعني، يوم اللي دفعني سقطت من فوق وهو سقط وياي وكان يصرخ. عرفت بنفسي راح افارق الحياة، لكن واني بعدني معلق سقطت على الارض حسيت انه اني اصطدم جسدي بالارض، لكن بعدها ما شعرت باي حاجة. يوم اللي صحيت واني على سريري، واللي خلى عندي ثبات انه انا سقطت من فوق هو هدومي اللي كانت متسخة، لكن ما بي اي حاجة. يعني باليوم الثاني صحيت واني بسريري، اللي جاي يصير وياي حقيقي لو وهم. دخلت بالدوامة مال شق طويلة وعريضة، خابرت صاحبي وتكلمت وياه ما صدق بي. المرة الثانية بديت احلف اله واقسم، صرت عصبي عليه، غلط علي، سبيته، زعلتان وياه بلحظات، وبعدها اتندمت. رجعت اتصلت عليه ما فتح علي خط، وانا كنت بذاك الوقت يعني احاول انه احاكيه او اكلمه، حسيت اكو خطوات جاية من وراي. ناظرت شفت الشخص نفسه. هذا الكلام كان العصر، لكن الجو عندي مثل المغرب بسبب الغيوم اللي بيه. تكلم وياي وقال لي انا صديق لك من هاي اللحظة، اسمعني ترى اني من النوعية الطيار، اسأل عني وراح تعرفني. ومباشرة انطاني ظهره وصار بين الاشجار. قمت اريد اكلمه، مشى بسرعة واختفى. بهاي اللحظات اللي اختفى بيها بعدها يمكن بدقيقتين او ثلاثة سمعت شخص يناديني، لكن منين ما اعرف، يصيح بصوت عالي. بعدين باوعت والقاه فوق البناية، اكيد عرفتوه، جن، مستحيل يكون انسان، او احتمال اني مجنون وهذا الشيء اللي جاي اشوفه مجرد وهم ومجرد شيء براسي. لكن انا اعرف بنفسي انسان لا مريض ولا بي اي حاجة، والحمد لله والشكر حتى رياضي، كنت بالشهر مسموح الي
أنزل مرة واحدة للسوق مال القرية اللي قريبة من عندي، أحيانا أخذ سيارة وأحيانا أقطع الطريق مشي. صح الطريق يعني بيبعد شوية، لكن أحب أتمشي. أخذ السيارة بهذا اليوم وما تمشيت، وجبت غراض، ولما جبت غراض جبت غراض قليلة وأقدر أشيلها بإيدي، وقسم حطيته بالجنطة وبديت أمشي بطريق مختصر بين الأشجار، وكانت البناية يعني واضحة عندي، وأنا جاي ناظر من بعيد كان أكو مجسم مال شخص واقف فوق كأنه إنسان واقف، وأنا جاي أمشي وأمشي وأمشي وأتقدم لقيت شخص، بين الأشجار ناظر بوجهي وكان نفسه اتقدم علي وصار قريب جدا وقال لي انطيني خل اساعدك، حمل كياس وياي. وسألته اول سؤال، قلت له هذا الشيء اللي جاي تسويه شنو، وليش كل ما تظهر وتصير قدامي يصير امر غريب، شلون تدفعني وسقطت؟ قال انا لو دافعك كان متت، هذا مرتفع، انت نعست وقلت راح انزل وانام. حلفت اله، قلت له والله العظيم انت دفعتني. اول ما قلت هاي الكلمة صرخ بصوت عالي، الكياس بايده ما اعرف وين اختفى، وبعدها الغراض كلها طشرت على الارض. لميت غراضي وانا خايف ومرعوب ورحت اركض للمكان، وحطيت الغراض بسرعة ودخلت للغرفة، سديت الباب علي واتصلت بالشرطة، قلت لهم اكو شخص يحاول انه يدخل المكان. اجت دورية ومال الشرطة والحمد لله ما كانوا عندهم يعني عنصرية، دوروا بالمكان شافوا ماكو اي اثر لاي شخص. الشرطة لما تأكدوا ماكو اي احد بالمكان قالوا لي انت شفت اوصافه من شو وقت اجى ايش قد طوله، بدوا يسألوني عن مواصفات، ظليت ساكت وما اعرف شو اجاوب. بعدها قلت لهم هو احتمال ما يكون بشر، قالوا ليش؟ قلت لهم يختفي ويظهر فجأة وكذا. واحد من الشرطة بدأ يضحك وسألني قال لي انت منين؟ المهم سولفت له وقال لي احتمال ماكو اي حاجة، احتمال هذا الضغط مال العمل، واحتمال شي انت موجود بمكانك، الشي اللي جاي تتكلم عنه مستحيل. الشرط الثاني كان شوية يعني غضبان من اسلوبي وكلامي، وشي شاف صاحب الشاقة وياي قال لي اسمع مرة ثانية، اذا ردت تتصل لازم يكون عندك دليل، على الاقل صور شي بتلفونك ملموس حتى نكون متأكدين. المهم اخذ صاحبه ومشوا، كانت الدورية مع الشرطة بها اثنين فقط. ظليت قاعد بالمكان وما اعرف شو اسوي، شنو اللي اسويه ما اعرف. ومرة واحدة حسيت انه اجى شخص وحط ايده على كتفي، التفتت مباشرة ولقيته جالس بصفي، شلون اجى شلون جلس. المهم خفت من عنده وارتعبت وراد قلبه يوقف بساعته، قال لي انا صديق لك، انا ما جاي اذيك ابد، وانا لو اريد اذيك كان اذيتك من ذيك المرة لما اندفعتك، اقدر اخليك تموت بكل بساطة. المهم بثنا الحديث بيني وبينه، قلت له انت شو اسمك؟ قال ناديني حسن مثل صاحبك اللي توفي، عندي صاحبي متوفي اسمه حسن ومات شهيد، قال سميني مثل هذا الاسم. قلت له ليش هو انت اسمك حسن؟ قال لا انت ناديني حسن وما اعرف شنو ومثل صاحبك المتوفي، هذا الشيء ارعبني جدا. صح هو من الجن، لكن انا اول مره يصير وياي هيك موقف، كنت اسمع قصص اضحك عليه وما اصدق جن ما اعرف شنو يطلع لك بمكان تشوفه يخوفك، زي ليش ما يطلع يقتلك ويفضها؟ المهم هذا اجى وريد يصير صديقي وصرنا انا وياه اصدقاء، قمت كل ما اتكلم ويا اصدقائي واقول لهم ما حد يصدق. بيوم من الايام واحد من اصدقائي بالليل كنت جالس واتكلم وياه، هو كان موجود يمي واشوفه، قلت له انا عندي صديق من الجن موجود، قال لي شوفني اياه. طبعا انا شوفته بذاك الوقت هو موجود بصفي وشوفته، وصاحبي شافه وبدا يضحك يقول لي هذا لا جن ولا اي حاجه، كان يتكلم وياه باللهجه العربيه. اول ما اتكلم وياه صاحب هذا الصافن كان يقول لي هذا شنو الصوت اللي ظهر، صوته مو طبيعي وما جاي يفهم ولا كلمة، كأنه هوى وقوي، وأسمع صوت دوشة مو طبيعي لما نتكلم، هو كان يتكلم طبيعي وعادي. المهم صاحبي قال لي لا هذا لا جن ولا أي حاجة،
صاحبك. المهم هو بحالتنا تركني ومشي، وين راح ما اعرف. صار بالداخل بديت احلف صاحبي، وقلت له بس احلف قدامه ينجن، وحتى حاسبني عليه. شفت منام مرعب ومخيف، شفت انه حضني وطلع بي للسماء ونزلني. صاحبي قام يضحك علي زيادة ويقول لي انت جاي تتكلم، هذا الشيء اللي جاي تتكلمه بالافلام بس، معقول انت شايف لك فيلم وجاي تطبق علي؟ المهم سمعت صوت جوه مال حركة، دخلت لقيته ما موجود. المهم طلعت برا وكملت الحديث ويا صاحبي، قلت له هذا من الجن، تصدق تصدق ما تصدق بكيفك. راح صاحبي وتركني. رجعت اني مرة ثانية، دخلت لي جوه، كنت انادي باسمه. طبعا انا ما احب اذكر اسماء الجان نهائيا. المهم كان موجود هو جوه، لكن وين ما اعرف. ناديت عليه باسمه عدة مرات وطلع لي من احد الجدران او كان ما اعرف. المهم هو يظهر فجأة، صار قدامي وقال لي ايش رايد. قلت له صاحبي ما يصدق واستهزأ بي، قال سمعت الكلام كله، لكن انت ليش عدت الفعلة اللي قلت لك لا تسويه؟ قصده على الحلفان، كان محذرني من هذا الشيء. قلت له ما ادري، وخفت من عندنا ان كانت عيونه بيها نظرة غضب. اللي سويته قلت له بس اريدك تثبت لي فقط. قال لي اثبت لك ليش ما اثبت لك؟ ورجع ما اعرف شلون اختفى بصورة غريبة وغامضة. وراه تقريبا بنص ساعة فقط اتصل علي صاحبي، واول ما اتصل علي صاحبي كان مذهول ويقول لي هذا الشيء حقيقي ولا لا؟ وانا بعد ما اريد احكي وياك، وراح احضرك وراح كذا وراح اسوي وراح اقول له، بس فهمني. ما فهمني، قام وسد الخط وحضرني. قمت اتصلت بصديق ثاني وقلت له شنو اللي صار ما اعرف شنو. راح علي للبيت افتهم منه، يقول انا كنت جالس على النهر، مره واحده سمعت اكو حركه وراي وتخيلت اجى شخص يريد يصيد. يقول يوم اللي التفتت لقيت نفس الشخص اللي كان يحكي وياي بالتليفون وصوته كان مو طبيعي، وهذا الشيء اثبت لي انه فعلا انت عندك شخص من الجن. المهم خربت العلاقة ويا يوم اللي صورته بالتليفون. بأحد الأيام كان فوق هو، صعدت إليه ولقيته موجود صورته. بديت أصور بي وأتكلم وياه، لكن ما كنت مبين له عنواني جاي أصوره. تعرفون أنتم الجن إذا شكل يطلع بالكاميرا طبيعي، لكن إذا كان ما مشكل من سابع المستحيلات تشوفه. المهم كان موجود قدامي، وبعدها نزلت جنت فرحان وقلت خلص اثبات وعندي هذا جن وموجود، لان كان كل ما يعني اني احكي بكاميرا بشي كان يختفي من يمي وما يظل، ويبدي يسوي علي اشياء خباثة. ساعة اشعر انه احد يمسكني يعني من قدمه ويسحبني، ساعة واحد يشدني من شعري، ساعة اسمع صوت صفير باذاني قوي من شدة هذا الصفير اسد التليفون. المهم ورا ما كملت التصوير ونزلت، جيت حتى انام، وشان تقريبا هذا الكلام الفجر. نمت، ويوم اللي نمت قعدت، من قعدت لقيت الجوال مالتي ما موجود، بحثت عليه دورت كان ماكو. ناديت باسم هذا الجن بلكي يطلع يدليني بجوالي وين راح، ماكو. وبعدها قاعد ومعيس انه انا لقيت جوال، ما حسيت غير شي يوقع بصفي. ناظرت لي فوق ولقيته هو رمى الجوال مالتي من فوق على الارض، والجوال مالتي تكسر كله، ما قدرت اطلع من عنده اي حاجه. صعب على عقلك يعني يستوعب هاي الاحداث كلها، لكن هذا اللي صار وياي حرفيا. بعدها تقريبا بيومين قمت وانا جالس تنشمر علي حيوانات ميته، طيور، ارانب، حيوانات ثانيه اول مره اشوفها، وكانت بقذارتها وبدمها، وكانت دائما تكون يعني ملطخة بالدم زيادة ومقتولة بصورة وحشية. أحيانا ألقاهن على فراشي اللي أنا نايم بي، كنت يومية كل ما أقعد على شي يرعبني، فهذا الشي ما تحملته أبد. والمشكلة الأكبر كنت بمجرد أنه أنا أتصل على سيارة شرطة تجي، حتى الدماية اللي صارت على قماش ألقاها مختفية، شلون ما اعرف. فهذا الشيء اللي قمت امر بيه، وقمت كل ما انام احلم بيه يجي يتوعد الي ويقول لي باعش راح اسوي بيك، الا اخليك تتندم على الشيء اللي سويته، ليش تصورني بدون ما اعلم؟ عبالك اني ما اعرف انه انت
جاي اتصور بديت شوي شوي حالتي تسوء اكثر واكثر لغاية ما بطلت من هذا المكان. ولما بطلت بذاك الوقت هم تنازلوا عن العقد وبطلوني، لان قاموا يجون علي غفلات يلقوني نايم، احيانا يلقوني عايف المكان وماشي. رادوا بذاك الوقت يخالفوني لكن ما خالفوني، ليش ما اعرف. وجاني باحد الايام بالمنام وقال لي انا خليتهم يعوفوك، وانا اللي خليتهم ما يخالفوك، وانا اللي خليتهم ما يذبوك بالسجن في سبيل العب بيك براحتي. رجعت للشقة مالتي وقعدت بيها. الشقة مالتي كانت مأثثة وما بيها أي حاجة، يوميا ألقى حاجة بيها مكسورة. حياتي ما عشتها كإنسان طبيعي، وهو موجود وياي يخرب حياتي وأي شيء أسويه، لغاية ما لجيت للقرآن. قمت أشغل القرآن تمشي حياتي طبيعية وأمور تسير على أتم وجه. أطفي القرآن، بعدها بساعة بساعتين ترجع الأصوات، ترجع الأشياء تتكسر. تخيلوا أنا جالس قدامي الصورة معلقة ما بيها أي حاجة، تسقط الصورة، لكن مو تسقط بسقطة عادية، لا تطير للسقف، يعني تصعد وترد تنزل على الأرض. أحيانا وأنا قاعد جاي طالع يعني بالتلفزيون أو البلازما اللي عندي، أشوف الريموت مال التلفزيون ينشمر عليه إذا هو ما كان يمي وغيره، أكل أجيبه ألقاه مكبوب. المهم بدت تصير عندي أشياء غريبة بالشقة. آخر موقف، وموقف خلاني أدخل السجن، وهناك لقيت شخص من جنسية عربية يداوم وهو اللي ساعدني. انسجنت بسبب شكاوي من المواطنين، قالوا إنه أنا عاري تماما وواقف، وهذا الشيء ما يصير، أنت إلك حرية ببيتك وما يصير يعني بنص العوائل، أكو ناس ما تريد تشوفك، ما تقدم بيه هواي بلاغات، وأنا ما واقف أبد. والمشكلة الأكبر كانت أكو مرأة مصورتني، وفعلا أني بوجهي، المهم كانت مصورتني، وكان البيت مالتي طابق يعني الثاني وصاير تقريبا شوية مرتفع عن الشارع، وشنت بكل وضوح. فهذا الشيء اللي صار خلاني أنسجن. المهم جابوا شخص إلي، وهذا الشخص كان مترجم. بذاك الوقت قلت لكم أنا لهجتي جيدة جدا، لكن جابوا مترجم على بعض الكلمات اللي أنا ما جاي أفهمها أصلا، وبدأوا شوية يعني يضغطون علي بالكلام، وأنا شوية مشتت وخايف، قمت ما أعرف حتى أجاوب. جابوا شخص يتكلم وياي، وقام يتكلم ويقول لي شنو اللي صار. حلفت إله وقسمت إنه أنا ما مسوي هذا الفعل. يقول لي أكو صورة إلك، والمشكلة جاب الصورة وشوفني إياها طابعيها، يقول لي هذا أنت لو لا. ناظرت وقلت له بالصورة شكلي، بس هذا مو أنا، أنا كذا وكذا عندي. المهم بذاك الوقت يعني ما صدقوا، بعدها غرامة زينة، ومنك صارت عندي هواي أشياء، فلوس بدت تروح عندي ما أعرف وين. المهم دفعت الغرامة وطلعت، وطلبوا مني أفرغ هاي الشقة وأطلع من عندها وأروح لغير مكان. أنطوني تقريبا شهر كامل أفرغ بيه شقتي، ومش الشهر، وبعد ما بقى 5 أيام وأترك هاي الشقة وأروح الشقة ثانية، شفت هذا الشخص، لقيته بالحمام واقف، كان عار تماما وجاي يتحمم. ناظر بوجهي وقال لي أنا ما أحب هذا المكان، أخ الشقة عالي، ترى الشقة اللي أخذتها هم ناسي، الطابق الثالث ما يفيدني، ترى أنا من الجن الطيار. وأنا قلت لك قبل، ترى أنا من الجن الطيار، وأنا ما راح أعوفك أبد. ظل وراي وظل وراي لغاية ما رحت لهذا الشخص اللي لقيته بالمركز مال الشرطة، أو هم جابوا لي إياه. تواصلت وياه وقلت له أريدك تساعدني، أريدك تشوف أحد يساعدني، وفعلا وداني على شيخ. هذا الشيخ بدأ يقرأ قرآن، وأجيبه بين فترة وفترة يقرأ رقية شرعية، لغاية ما جاب مي وقال لي ترش الأرضية مال بيتك بهذا المي بالزوايا، وتخلي كذا وتخلي ملح بمكان، وتقرأ هيك آيات من القرآن بشكل يومي، يلا قدرت أتخلص من عنده. لكن ما تخلصت من عنده تماما، لهذا الوقت أشوفه بالكوابيس مالتي، دائما يجي علي ويتوعد إلي بالقتل. فلحد هاي اللحظة ما جاي أعرف الخلاص من عنده التام، يعني ما أريد أشوفها بكوابيسي أو أحلامي. إذا أنتم عدكم في الطريقة يا ريت تكتبوها إلي. القصة هاي اللي سمعتوها منشورة كانت بموقع، صاحبها يحلف بيها ويقسم انه صارت وياه
حقيقية، هل هو يعاني من أمراض نفسية؟ ما أعرف، لكن هاي القصة كانت مخيفة ومرعبة. إذا عجبتك القصة ادعمني بلايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.